وعلى هامش الاجتماع التقى الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب. خلال اللقاء أعرب معالي وزير الداخلية عن خالص تهانيه وتبريكاته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود على تزكية أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لسموه رئيسا فخريا للمجلس، تقديرا للدور المشرف الذي تنهض به المملكة العربية السعودية في دعم مسيرة التعاون الأمني، معربا عن تمنياته الخالصة لسموه بمزيد من التوفيق والسداد. تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه التعاون والتنسيق الأمني بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين.